عودة لحضراتكم من جديد، وللمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية. تحياتي دكتور. تأخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني يمكن هذه المرة الأولى اللي بتدعم فيها الولايات المتحدة مسألة وقف إطلاق النار، هذا الموقف ماذا تراه وكيف تراه، وفي نفس التوقيت ماذا يقول؟ الحقيقة أولا يعني لدينا أمنيات كبيرة وتفاؤل كبير بأنه يكون هذا الدعم هو دعم حقيقي ولا تكون المسألة مجرد مراوغة لمغازلة الأصوات الانتخابية، سواء أصوات العرب الأمريكيين أو أصوات اليهود الأمريكيين. لأنه كما تعلمين يا أستاذة رغدة أنه يعني بايدن يواجه موقفا حرجا في منافسته مع ترامب، وبالتالي هو يسعى إلى تحقيق ما يصف بالنصر من خلال إبرام صفقة تنهي حالة العدوان اللي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع، خصوصا أن هناك استهجانا ورفضا دوليا لهذا الأمر على الأقل في التصريحات الإعلامية. وبالتالي هنا الحقيقة الكرة في ملعب إسرائيل، رغم أنه ما يطرح هو مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار، لكن التصريحات الإسرائيلية تبدو مخالفة لتوقعات بايدن، وتبدو مخالفة أيضا لموجة التفاؤل التي صارت حينما تم الإعلان عن هذا المقترح. المسألة الآن ما زالت في دائرة مفرغة، نحن في انتظار رد إسرائيل، نحن في انتظار رد حماس، خصوصا أن التصريحات الواردة أيضا من المتحدثين باسم حماس تشير إلى أنهم لم يحصلوا على أي مقترح بخلاف مقترح مايو، وهو المقصود به المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس وأفسدته إسرائيل. إذن ما نشهده في الواقع هو استمرار لحالة العدوان، استمرار لمزيد من دماء الفلسطينيين التي تسفك، مزيد من الشهداء، مزيد من المصابين، مزيد من العدوان والعمليات العسكرية. يعني أنت تعلمين ونحن نتحدث الآن وفي عملية عسكرية بتمارسها سلطات الاحتلال في وسط قطاع غزة بخلاف الأمر في رفح. إذن المسألة هنا حقيقة تستدعي بالضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية، والإرادة هنا ليست فقط لدى إسرائيل ولكن لدى الولايات المتحدة أيضا، لأنها التي تستطيع أن تضغط سواء من خلال وقف الدعم المالي أو وقف صفقات السلاح التي تمنحها لإسرائيل لكي يستخدمها الإسرائيليون في قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال في قطاع غزة. في مجلة التايم اليوم كان هناك يعني حوار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وربما تطرق لبعض من المسائل اللي حضرتك دكتور حسن بتتحدث عنها الآن، مسألة العلاقات بين إسرائيل وأمريكا، مسألة كيفية إدارتها، مسألة الضغط، وما صحة أصلا الضغط من الولايات المتحدة على إسرائيل. تعليق حضرتك الأول على فكرة الضغط من الولايات المتحدة على إسرائيل لحل الدولتين أو لوقف هذه الحرب. طيب خليني أقول لحضرتك أنه يعني ما يذاع غير ما يدور في الكواليس. بمعنى إيه؟ أنه ما يطرح إعلاميا أن إسرائيل يعني بين قوسين دولة صاحبة قرار تستطيع أن تتخذ قراراتها بالمخالفة للإدارة الأمريكية، لكن الواقع الحقيقة يقر بأنه إسرائيل لا وجود لها دون الدعم الأمريكي على كل المستويات، وبالتالي لا نستطيع أبدا التسليم لأن هناك خلافا بين قوسين بين بايدن أو بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل، لأنه ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية هو الحفاظ على أمن إسرائيل. إذن ما يطرح للإعلام هو مجرد خلاف مفتعل للإلهاء ليس أكثر. هل هو خلاف مفتعل لأنه الإدارة الأمريكية تفرق في دعمها بين شخص نتنياهو وبين الكيان الإسرائيلي، بمعنى أنها ربما تعادي نتنياهو لكنها تدعم بقوة الكيان الإسرائيلي؟ هل يعني هذا ما تقصده دكتور؟ شوفي خلينا برضو نحدد المصطلحات، هي قد لا تعادي ولكنها قد تختلف. هي تختلف مع شخص نتنياهو لأن ربما نتنياهو تجاوز في الأمور أكثر من اللازم، ولكن نتنياهو الحقيقة حريص على مصلحته السياسية في لحظة ما، حريص على البقاء في المشهد السياسي، ويمكن حضرتك شايفة حالة الارتباك في الداخل الإسرائيلي، وأنه بيعول النهاردة على تصريحات جانتس وغيرهم من ولابد وغيرهم من المعارضة التي تسعى إلى توفير ما يسمى بشبكة أمان سياسية في حالة يعني انسحاب اليمين المتطرف من الحكومة خشية انهيارها. إذن هو يحاول أن يبقى في المشهد السياسي بأعلى درجة ممكنة، ويمكن ده الأثار بين قوسين يعني الخلافات العلنية مع إدارة بايدن. لكن بالتأكيد الدعم الإسرائيلي، الدعم الأمريكي لإسرائيل ككيان في المنطقة دائم ومستمر مهما تعاقبت الإدارات الأمريكية على اختلافها جمهورية أو ديمقراطية. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على انضمامك لنا دائما دكتور. كان بصحبتي الدكتور حسن سلامة أستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا دكتور.